تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق المنشآت التموينية والأسواق في محافظة الأسكندرية للتأكد من انتظام سير العملية التموينية بالمحافظة. خلال جولة الوزير أكد على ضرورة الاهتمام بعملية الفصل والإضافة على البطاقات التموينية طبقا للوائح والقوانين لوصول الدعم إلى مستحقيه. ودي واحدة من الجولات الميدانية اللي يعني احنا مكلفين بان احنا دايما هنكون متواجدين على الارض مع اهالينا في كل المحافظات. النهاردة تشرفت بزيارة احد المطاحن والجولة مستمرية فيها مخابز وفيها كل المرافق اللي بتقدمها وزارة التموين، وده واحد من الادوار اللي احنا لازم هنهتم بيها، والتأكد من استقرار الاسعار، تأكد من توافر السلع، ورجوعا لسؤال سيادتك بالتحول الرقمي ايضا دي واحده هتكون من اهتماماتنا في المطاحن ان احنا نزود السعه بتاعتها، وده باستخدام التكنولوجيا. التكليفات اللي اصدرها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعه المشترك للساده الوزراء والساده المحافظين كانت واضحه جدا، وده جزء من التكليف بتاعها هو المتابعه الميدانيه الدقيقه لاداء مؤشرات السوق. طبعا فخامه معالي السيد وزير التموين الدكتور شريف فاروق بنشكره على الزياره الميدانيه، هو دي زياره رقم 3 ليه من ساعه توليه مسؤوليه وزاره التموين، فجاي النهارده اختيار دقيق لجميع نقط المرور. انا بشكره على الاختيار الدقيق لكل مناحي مسار العمليه التموينيه اللي بتهم المواطن المصري. فطبعا احنا لما نمر على مطاحن، بنمر على مراكز توزيع، بنمر على مراكز بطاقات، من سيادته عليه اجتماع في الغرفه التجاريه، كل الامور دي كلها هي الامور اللي بتشغل مسارات العمل اللي هي المتابعه الدقيقه الميدانيه لاداء مؤشرات التمويل. هو ده. تفقد وزير الموارد المائيه والري هاني سويلم محطه 6 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي، محطه الدلتا الجديده وحاله الري بزمام ترعتي النصر والحمام. ياتي ذلك في اطار جولاته الميدانيه بالمحافظات لمتابعه موقف مشروعات الموارد المائيه والري. وخلال الزياره وجه سويلم بدراسه ربط منظومه الاسكادا لكافه المحطات الواقعه على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة معا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم بعد أو عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب. أكد أحمد كوجوك وزير المالية أن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وأنها تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 29 من الشهر الجاري. أضاف وزير المالية في لقاء مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة الـ20 في البرازيل، أضاف أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين لأجهزة الموازنة الناتج المحلي في مسار النزولي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار. أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة برئيس البنك الدولي أجاي بانجا، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الـ20 والتي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. تناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار الوقود الآجلة للنفط لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب على الصين
وانخفض فيها سعر خام برنت ب1.5% ليصل إلى $81.13 للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب1.4% ليصل إلى $77.16 للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.36% لتصل إلى $2.43 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.71% لتسجل $2.01 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات ونتائج رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية أن قيمة التجارة الدولية للصين من السلع والخدمات في يونيو الماضي ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي. أظهرت البيانات تسجيل صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات ب 301.1 مليار دولار و 260.4 مليار دولار على التوالي. ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن خدمات النقل كانت أكبر مساهم في تجارة الخدمات. اتفقت دول مجموعة الـ20 على العمل معا لفرض ضرائب على كبار الأثرياء، لكن دون توصل اتفاق حول نظام ضريبي عالمي. ذكرت مسودة الإعلان الصادر عن قمة الـ20 في ريو دي جانيرو في البرازيل والتي تتولى الرئاسة الدولية الحالية أن دول المجموعة ستسعى لفرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد، مؤكدا أن عدم المساواة في الثروة والدخل يقوض من عملية النمو الاقتصادي ومن التماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية. كما دعا الإعلان إلى سياسات ضريبية فعالة وعادلة وتصاعدية. وقعت استراليا عقد بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 4 سنوات مع شركة تصنيع الغواصات المملوكة للدولة ESC لتحديث غواصات البحرية من طراز كولنز. قال وزير صناعة الدفاع الاسترالية بات كونروي، قال إن توقيع الاتفاق هو جزء من تعهد حكومي بالحفاظ على أسطول كولنز الذي يعمل بالديزل والكهرباء كقوة هجومية ورادعة قوية، مضيفا أن العقد سيضمن بشكل مباشر الأمن الوظيفي لأكثر من 1100 عامل من ذوي المهارات العالية.